ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنشتغل معاكم المفرش ده، أنا بسميه المفرش المفرغ لأن زي ما انتم شايفين الفراغات اللي فيه ديت بتدي مساحة وسهل إن شاء الله بيخلص بسرعة. هنسمي الله، هنقول إيه المطلوب، هنخلي المفرش كده قدامنا أهو، بصوا شكله جميل إزاي، كبري براحتك، بيتعمل منه مفرش سفرة كمان بيبقى رائع. أنا هشتغل بكريستال مقاس 8 كورة شفاف، وهشتغل بخيط 35 او 40 او 45، اي حاجة انت عايزاها هشتغل بيها، كله ينفع ان شاء الله. انا ربطت ستة، اول حاجة انا ربطت ستة، هعدي طبعا واحدة يمين او شمال عشان اعدي بس عقدتي، تمام كده، الحتة زيادة دي بقصها. هنسمي اللي بقى نشوف هنعمل ايه. الستة هي غرزة سداسية كلها، انا هشتغل بطريقة الفتلة الواحدة لعمل المجسمات، انا منزلة لها فيديو. الطريقة دي سهلة وبتخلص معايا بسرعة وما بتاخدش وقت ولا خيط. فاول حاجه هنشتغل، اللي ما تعرفش تشتغل الطريقه هتشتغل بطريقتها العاديه خالص، الغرزه السداسيه اللي بتشتغلي بيها عادي. اول حاجه هحط واحد غامق وتلاتة فاتح وواحد غامق اهو، شايفين، واحده اهي وخمسه، يبقوا سته. هنقفل على واحده بس طبعا. المفرش ده هتشتغلي منه وحدات وتشبكيها، المتمكنة هتقدر تشتغلوا كله حتة واحدة، بس الأسهل لكم اشتغلوا وحدات وشبكوها. أول حاجة أنا حطيت واحد غامق تلاتة فاتح واحد غامق، بعد كده هحط تلاتة غامق تلاتة فاتح معلش وواحد غامق، وهقفل على واحدة يبقوا أربعة، والواحدة اللي معايا دي يبقوا الستة بتوعي. هقفل على واحدة يبقوا خمسة معلش، والواحدة دي يبقوا ستة، كلها سداسية. وهكرر تاني نفس الكلام، تلاتة فاتح واحد غامق، شايفين، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تلاتة سهل ان شاء الله يخلص معاكم بسرعه ويديكوا ايه نتيجه على طول كده، الفراغات اللي فيه بتدي مساحه. اعملوا اشتراك في القناه ام ساره لتعليم الكريستال عشان اي فيديو ان شاء الله جديد انزله يوصل لكم على طول. كل مره كنا بنحط تلاتة وواحده، لكن دلوقتي انا معايا واحد اتنين تلاتة، يبقى ناقصني تلاتة بس اهو، تلاتة بس. طبعا هثبت شغلي، بصوا انا بعمل ايه عشان اثبت الشغل، بعدي الابرة واجيبها من نص الخيط، يعني بعمل عقدة، عقدة كمان واحدة، خلاص كده واعدي بفتلتي كده، بصرف الفتلة بتاعتي، خلاص انا خلصت الوحدة دي. طيب احنا عايزين نشبك، انا عاملة واحدة تانية اهي، كمان واحدة، هنوريكي ازاي تشبكيهم في بعض. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي هنوصل دي بدي، هنشبك عادي. هنعمل ايه؟ هاخد اتنين غامق اهو، اتنين غامق واحد فاتح، واتنين غامق، بصوا اتنين غامق واحد فاتح اتنين غامق، تمام اهي، هقفلها على اتنين، انا قفلتها على اتنين اهو، الاتنين دول انا قفلت عليها، مش هفضل بوقفة بفتلتي هنا، لا لازم اعدي واجي في دي. ديت انا هكمل عليها ايه؟ هكمل عليها، بصوا هنا، بصوا ادي الوحده اللي احنا عملناها، وادي الاثنين غامق واحد فاتح اتنين غامق، دي انا واقفه عليها، اي واحده كده واقفه بالشكل دوت لازم اجي عليها، يعني ما ينفعش اطلع من دي واشتغل على طول، الشغل هيلوح معايا، لازم اقف فيها الاول واحط خمسه فاتح، دي كلها فاتحه. بسم الله، تلاته اربعه
أربعة خمسة. أنا حطيت خمسة أهو وبقفل عليها. تاني هنقول ما ينفعش وأنا واقفة هنا أشتغل، وما ينفعش أطلع في دي بس وأشتغل، لازم أدخل في دي عشان الشغل بتاعي ما يتلوحش. خلاص كده ناقصني إيه؟ بصوا كده ناقصني، أنتوا هتبصوا هتعرفوا أنا خلاص دي بوصلها بدي، يبقى ناقص إيه؟ أيوه ناقص الغامق. يبقى هحط اتنين غامق أهم، وامسك الواحدة التانية بتاعتي وأعدي على الاتنين دول مع بعض. بصوا سهلة إن شاء الله وهتخلصوها بسرعة، بس افتكروني بدعوة حلوة كده أما تخلصوه تفرحوا بيه، وبنتي كمان اللي بتصور لكم. أيوه هي لسه بتبسبس لي أهو قبل ما تقول، بنتي كمان عشان هي اللي بتصور لكم وهي اللي بتنزل الحاجات دي كلها. لعلمكم أنا الفيديو عشان أنزله بقعد أصور كام مرة واتلخبط واخليها تعيد لي من اول وجديد. دي طبعا هنقصها. بصوا دي هنعتبرها ان هي مثلا كان ده مش موجود اهي، هنعتبر دي ان هي النص. شايفين دي المركز بتاعي اهو، انا عملت دي او خليها دي. بصوا خلينا كده، مش انا وصلت هنا دي المركز بتاعي، اعدي بقى بالفتله واكون طبعا عامله غيرها، عامله دي واجي اشبك اوصل دي بدي واوصلها هنا. التشبيك ده بقى سهل جدا بفضل الله، هتعملي انت اشكال زي ما انت عايزه. يعني انا هنا عامله ده، ده عاملاه اصغر منه، بصوا هحطه لكم عليه، عاملاه اصغر اهو شايفين. اعمليه مدور، اعمليه بيضاوي، اعمليه مربع، مستطيل، براحتكم خالص. هو باذن الله سهل، ولو حاجه وقفت معاكم ان شاء الله مفيش حاجه هتقف معاكم، اكتبوا لي على طول وانا هرد عليكم. ورقمي موجود على الصور بتاعتي، ده ليه واتساب، بيبقى اسهل في المحادثات اني اسجل لكم بدل ما اكتب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.